من اليكريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون حينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبيحة الجديدة للرب وقالوا فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمكن. الفرس وركبه طرحهما في البحر معيني وساتري صار لي خلاصا. هذا هو إلهي فهو مجده إله أبي فأرفعه. الرب مكسر الحروب الرب اسمه مركبة فرعون وكل قوته طرحهما في البحر. ركابا منتخبين ذي ثلاث جنبات غرقهم في البحر الأحمر. غطاهما الماء انغمسوا إلى العمق مثل الحجر. يمينك يا إلهي تمجدت بقواها يدك اليمنى يا إلهي أهلكت أعداك. بكثرة مجدك سحقت الذين يقاوموننا أرصدت غضبك فأكلهم مثل الهاشم. وبروح غضبك وقف الماء وارتفعت المياه مثل الصوت وجمدات الأمواج في وسط البحر. قال العدو إني أسرع فأدرك وأقسم الغنائم وأشبع نفسي وأفضل بسيفي ويدي تتسلط. أرسلت روحك فغطاهم البحر وغطسوا إلى أسفل كالرصاص في مياه كثيرة. من يشبهك في الآلهة يا رب من يشبهك ممجدا في قديسك متعجبا منك بالمجد صانعا عجائب. مددت يمينك فابتلعتهم الأرض هديت شعبك بالحقيقة هذا الذي اخترته وقويته بتعزيتك إلى موضع راحة قدسك. سمعت الأمم وغضبت والمخاط أخذ سكان فلسطين. حينئذ الأسرى ولاة آدم ورؤساء المعابين أخذتهم الرعدة. ذاب كل سكان كنعان وأتت عليهم الرعدة والخوف. بكثرة سعيدك فليصيروا كالحجر حتى يكتش شعبك رب حتى يكتش شعبك هذا الذي اطليته. أدخلهم وأغرسهم على جبل ميراثك وفي مسكنك المعد هذا الذي صنعته يا رب. موضعك المقدس يا رب الذي أعددته يدك يا رب تملك منذ الأزل والآن وإلى الأبد. لأنه قد دخل إلى البحر خائن فرعون ومركبته وفرسانه. والرب غمرهم بماء البحر أما بنو إسرائيل فكانوا يمشون على اليابسة في وسط البحر. فأخذت مريم النبية أخت هارون الطف بيديها وخرج في إسرها جميع النسوة بالضفوف والتسابح. وبدأت مريم في مقدمتهن تقول فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد. الفرس وركام الفرس طرحهما في البحر فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد.